انا طلعت اهو، طلعت من محطه المترو، وفي دلوقتي محل عصير على يميني. طيب ايوه بصي يمينك، تعالي اهو. انا اهو شفتيني؟ اه شفتك. خلاص يلا تعالي. ازيك يا تقى؟ ازيك يا سمر؟ الحمد لله. دي بقى الانسه نور. ازيك يا نور؟ الحمد لله. على فكره انا عارفاكي. بجد؟ والله بسمع سمير وهو بيكلمك، بس انا مش بسمع انتوا بتقولوا ايه بالظبط، علشان هو بياخد التليفون وبيروح بعيد. الشبكه عندنا في البيت اصلا بتبقى وحشه شويه، فلازم اخد التليفون عند الشباك. اه الشبكه بتبقى وحشه قوي جنبي. طب يلا نوري حبيبتي، طلعي الحاجات دي العبله بقى عشان تلحق تعمل غدا. يلا هتجيلنا البيت؟ اه اكيد. باي باي. معلش هي بتتلمط كتير. لا ما تقولش كده، ما شاء الله عليها، ربنا يحميها. طيب اتفضلي، ده المحل بتاعنا. حسب يلا تعالي اتفضلي، تعالي اتفضلي يا تقى. ده سوني صاحبي، في مقام اخويا بالظبط. اه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، الف سلامه عليك. الله يسلمك. تشربي ايه؟ لا ملوش لزوم. لا ملوش لزوم ازاي؟ ده انت اول مره تجينا المحل، اجيب لك عصير. لا مش عايزه والله. عصير هنا، القهوه هنا نضيفه ما تخافيش، اجيب لك عصير. السيد اتفضلي يا ولد. شكرا. عفوا. التليفون معاكي؟ اه ده ولا التاني؟ الاتنين. هو انتوا بتعملوا ايه؟ بنغطي الكاميرا والسماعات عشان لو طلع عامل هاكينج ما يقدرش يسمعنا او يشوفنا. يعني ايه؟ يعني هو كان سامعني وشايفني طول الوقت اللي فات ده؟ لو التليفون متوصل على النت وهو عامل هاكينج عليه يقدر يسمعك ويشوفك طبعا. ايه؟ لابس طبعا يا معلم. انت جالك على التليفون من نمرته او من اي نمره غريبه لينكات وفتحتيها؟ مش فاكر. اه يعني يمكن تكون حاجه زي كده حصل. لا هو اكيد حصل. طيب بص احنا الاول هنشيل الهاكينج اللي على التليفون وتاخدي من هنا رقم جديد تحطيه في التليفون القديم او الجديد براحتك، بس انا رايي لو هتستعملي السمارت ده ما ينفعش تفتح اي لينكات من اي نمره غريبه تانية. قصدك ان انا هغير الرقم القديم واجيب رقم جديد؟ ايوه. ايه المشكله؟ احنا بنعمل كده عشان ما يضايقكيش تاني. مش قصدي، بس انا عايز اعرف هو مين الاول. هو احنا نقدر نعرف من هنا هو مين؟ ايوه طبعا نقدر. احنا ممكن جدا نبعت له سيرفر لابس من رقمك على الموبايل بتاعه، عشان لما نبعت له لينك ويفتحه يبقى الموبايل بتاعه معانا. يعني ايه؟ هو يقصد يعني ان احنا نبعت له بجاي زي اللي بعتها لك، لينك يعني نبعته له، فلو فتحه نقدر نهاك التليفون بتاعه. مش هينفع يا سوني، الراجل ده مش سهل ومش هتخيل عليه، ده بعت لي بجاي قبل كده وانا مسحت الرساله، ده فاهم كل حاجه. طب وبعدين؟ ما تلاقيش يا تقى، نشيل بس الهاكينج الاول وبعدين نشوف هنعمل ايه. ده هو. انت دخلت على النت من السمارت؟ ايوه طبعا. ليه يا سوني؟ ليه؟ ليه ايه؟ امال هجيب بياناته ازاي من على التروك؟ قول. الو. مش عيب تكذب عليها يا توتو؟ انا ما بكذبش. ازاي بقى؟
طلعتي كدابه كبيره. ادي انت خرجت اهو، لا جبس ولا حاجه، انت وموبايلك اتحركتوا وانا عارف انتوا فين دلوقتي. تحب اجيلك؟ تيجي فين بس؟ خلاص يبقى تيجي انت. اجي ازاي؟ انا مش عارفه اتحرك، بتحرك بالعافيه ومتسنده على بنت خالتي. سيبك بقى من الافلام دي، عدي عليا بعد ساعه ونص. خفتي؟ متخافيش، انا في اسكندريه دلوقتي وجاي بعد بكره، هكلمك واديك عنوان تجيلي فيه بعد بكره، ده اخر كلام عندي. وعشان تتاكدي اني ما بهزرش، انا برفع دلوقتي الشوايه اللي شفتيهم في الاسم على النت، خمس دقايق وهبعتلك اللينك. لا استنى استنى، ابوس ايدك ثانية واحدة. انا اسفة، انا اسفة والله العظيم، انا مش هعمل كده تاني، والله العظيم انا اسفة، والله ما هعمل كده تاني. الو الو، استني بس. استنى ايه؟ كفاية قوي لحد كده، انا مش عايز اشوف وشك تاني. البيت دي متداس عليها يا سمير.